مساء الفل عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ده الجزء الثاني الخاص بالسكن العائلي وتكلفته والمعيشه في مصر للناس اللي هم من بره مصر. طبعا تنوروا مصر اي وقت، واي حد اي حد محتاج معلومه محتاج يسال سؤال يبعت لي. الرقم بتاعي موجود، الفيسبوك موجود، الاكونتات كلها هتلاقوها تحت الفيديو. الفيديو اللي فات الجزء الاول كنا بنتكلم عن السكن العائلي وتكلفته، ولو انت جاي مصر سواء جاي للشغل سواء جاي للسياحه، جاي تقعد فتره، جاي تشتغل، جاي تعمل اي حاجه من الحاجات دي، قلنا كل التفاصيل بتاعت المعيشه تقريبا والاماكن اللي انت تقدر تقعد فيها وتلاقي شغل فيها كويس. وطبعا اتكلمنا عن موضوع المرتبات عشان اللي جاي يشتغل في مصر يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي ومحدش يضحك عليه. من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها موضوع مثلا السكن. اقل سكن هتلاقيه لو انت جاي انت واسرتك، مثلا هنفترض ان انت زوج وزوجه ومعك ولد او ولدين، فانت في مصر مثلا لو جاي تقعد فتره مؤقته، لو شقه او استوديو، شقه غرفتين وصاله حمام ومطبخ، هيكفوك طبعا من اقل الاماكن من 1700 جنيه لحد ما توصل معاك ل 3000 و4000 جنيه و5000 جنيه ممكن في بعض الاماكن. كل ما بتعلى بمستوى المعيشه كل ما تلاقيك بتدفع اكتر. طبعا الناس اللي بعتت وبتسالني عن السكن وتفاصيله اعتقد اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، ولكن انا بس بدي نبذه علشان هقول حاجه مهمه جدا ليك النهارده، ومعيش اللي انا بدي المقدمه والحاجات دي علشان تبقى انت مجمع معايا وعارف احنا بنتكلم عن ايه بالظبط، بحيث انت تشوف الجزء الاول مع الجزء ده هيفيدك جدا جدا جدا. بص يا سيدي، انت دلوقتي جاي مصر لاي سبب إن كان، بالتالي انا عاوز ادور على سكن. ممكن ناس تبعت لي بتسالني بقدر اوجهها، بقول لها دلوقتي انت لو جاي مثلا اليوميه بتاعتك، لو انت معاك صنعه كويسه جدا، لو واحد بتاع مطعم شغال في مطعم ولا حاجه، اتوقع ان مرتبك او الراتب اليومي ما يقلش عن من 150 ل 200 جنيه. لو في صنعة اعلى ممكن توصل معاك ل 250 جنيه في اليوم. لو انت بتتكلم في 6000 و 50000 ونص 7000 ونص، يعني ممكن توصل معاك 7000 ونص، وده يعتبر مستوى كويس مش وحش في البلد، عشان برضو الناس تبقى فاهمة. اي نعم الدنيا مضغوطة شوية وضرايب وبتاع ومصاريف وكده، ولكن اي مبلغ، ودي الميزة في مصر، عشان كده اي حد بيبقى ناوي يجي انا بشجعه جدا وبرحب بيه. اي مبلغ في مصر تقدر تعيش بيه، 2000 3 4 5 6 تقدر تعيش بيها ودنيتك تمشي وبتاع. ولكن طبعا 2000 طبعا قليل جدا، يعني مش هنكذب على بعض، ولكن زي ما بقول لك كده ايه، ان انت يعني مش هتبات جعان، يعني اي مبلغ. والمصريين الحمد لله يعني معروفين، ولما تيجوا اسالوا حتى الناس اللي جت مصر في المساعدات، في كرم الضيافه والحاجات دي كلها، وطبعا على دماغي اي حد عندي على القناه. طيب الحاجة المهمة، انت دلوقتي بتبعت لي، واحيانا في بعض الاماكن انا ممكن ما يكونش عندي معلومات كفاية بيها، او برضو في اماكن ما فيهاش مثلا انا يعني ما اعرفش اسعارها، فيها سمسرة ولا ما فيهاش. القصة دي كلها انا هساعدك النهاردة. طبعا يعني لو بعت لي حتى برضو على نفس الكلام اللي انا بقوله ده، هرد عليك وهساعدك وهبعت لك كل اللي اقدر عليه، وحتى لما تيجي مصر. بس اتمنى اللي يبقى جاي مثلا يقول لي قبلها باسبوع مثلا او اسبوعين، علشان نبدا نرتب المكان، اشوف لك مكان كويس. ده كله يعني ايه في اي وقت يعني، بس قبلها بشويه. انت دلوقتي جاي هتقوم انت منزل الابلكيشن ده اللي هو ظاهر قدامك اسمه اوليكس، سواء نظام اندرويد عندك او ايفون، هتكتب في البلاي ستور اوليكس او ال اكس. بعد كده هتخش على الابلكيشن زي ما انت ظاهر عندك في الشاشه، وكمل للاخر عشان تفهم الدنيا ايه. انا دلوقتي عاوز سكن في منطقه كويسه، اعلى مناطق في مصر عشان تبقى انت فاهم. هتبدا طبعا دي وجهه نظري، مدينتي والرحاب يعتبر اعلى مناطق. بعد كده هتخش طبعا الاماكن اللي هي في وسط البلد، والاماكن الحيه دي عموما غاليه جدا جدا عشان بس تبقى انت فاهم. التجمع برضو هتلاقي غالي، طبعا في اماكن في التجمع رخيصه نسبيا. لو انت رحت ناحيه التجمع الاول بعيد عن البوينت 19
البوينت 90 اللي هي التسعين، شارع التسعين يعني ماشي. والاماكن اللي هي عندها مثلا الجامعه الامريكيه والحاجات دي كلها، اكيد انت جاي تشتغل او حاجه. لو انت جاي سياحه اوكي، بس طبعا افضل اللي جاي سياحه يقعد فتره يخليه بقى ناحيه وسط البلد والتحرير والمناطق اللي هناك. هتخش الابلكيشن زي ما بيظهر عندك في الشاشه، هتعمل الفلتر على الاماكن. انا دلوقتي عاوز وسط البلد، فهتكتب وسط البلد او عايز المحافظه القاهره مثلا او اسكندريه، هتختارها. وفي الفلتر بقى تحدد السعر اللي انت عايزه ومساحه الشقه، كل ده ظاهر قدامك في الشاشه، لازم تجربه. واللي مش فاهمه يبعت لي يقول لي انا عايز اقعد في اسكندريه مثلا في المكان الفلاني، لو يعرفه. لو ما يعرفوش يقول لي وانا هدله، واللي اقدر اعمله هعمله، بس شرط ان هو قبل ما يجي يكلمني بفترة علشان الحق اشوف والحق اكلم الناس واظبط له السكن واعمل له الحاجات دي كلها. زي ما انت شايف الابلكيشن بتحدد المساحة، مساحة الشقة، بتحدد المكان، مكان المحافظة مثلا، مكان المركز ممكن. المهم انت ايه، اكتب عندك الشروق، عندك مدينتي، عندك بدر، القاهرة نفسها، الجيزة، فيصل، اكتوبر، اي مكان تمام. وبرده ممكن تعمل اول كونتري وتحدد الايه السعر بتاع الشقه اللي انت عاوزها، اللي هو مثلا انا مش عاوز ادفع اكتر من 2000 ل 3000. لو انت جاي اسره معاك مثلا 3 4 فاكيد هتعوز لك شقه 3 غرف مش استوديو، واخد بالك؟ فهتعمل طبعا حسابك في ان التكلفه اعلى. وبرده قبل ما تيجي، انا في ناس طبعا بتكلمني ومن الكومنتات في الفيديو اللي فات، واحد مثلا جاي معاه معاش 10000 بيسالني ده هيكفي ولا لا، اقول لك ان هو هيكفي. واحد بيقبض 20، فانت كده باشا برنس، ممكن تيجي تعمل هنا مشروع اصلا. ايه المشاريع المتاحه؟ طبعا كنا اتكلمنا قبل كده برضو عن المشاريع المتاحه. لو انت بتفهم في المطاعم شغاله ممتاز، بس عايز مكان حيوي، عاوز حاجه مميزه بتقدم خدمه كويسه علشان الرجل تيجي عليه وتبقى شغال كويس وما يبقاش عندك مشاكل في موضوع السكن، خلاص موضوع الاكل برضو والحاجات دي كلها. لو انت جاي سياحه، هل اقعد جوه القاهره؟ لا، يعني القاهره دي ممكن تقعد في فندق مثلا، موجود فنادق برضو على الابلكيشن ده، واخد بالك؟ ممكن تدور عليها برضو في اسعار حلوه. طبعا سياحه، الغردقه، البحر الاحمر، الساحل، العلمين دلوقتي، سياحة في مصر حلوة جدا جدا يعني في الجو في الأجواء. دلوقتي احنا في شهر 9، الأجواء حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. شرم الشيخ دنيا جميلة وتستاهل الإيه التجربة يعني، فهتنبسطوا جدا. أي حد عنده استفسار من أي دولة، دولة عربية، دولة أجنبية، أي مكان بره مصر، ابعت لي وأنا هرد عليك. نزل أولكس، اللي مش فاهم فيه حاجة يبعت لي على الواتساب، الرقم موجود تحت في الديسكريبشن، سجله عندك وابعت لي على الواتساب وانا هرد عليك. ويا رب تكونوا استفدتوا بالجزء الاول والجزء الثاني، وان شاء الله مكملين في مواضيع تانية كتير. واللي لسه جديد على القناه سبسكرايب واعمل شير، لعل وعسى حد يستفاد. سلام.